أهلا وسهلا بكم من جديد وحلقة من بودكاست الشعر العربي في وثائق الجنيزة القاهرية. حديثنا اليوم عن ثنائية اللغة في الشعر العربي في وثائق الجنيزة القاهرية. هناك أدلة على الاهتمام المشترك بالشعر بين اليهود والمسلمين الناطقين باللغة العربية منذ القرن السابع وما بعده، والذي استمر عبر العصور حتى العصر الحديث. بدأ اليهود في تأليف الشعر باللغة العربية في فترة ما قبل الإسلام، وقد برز بعض الشعراء اليهود في شبه الجزيرة العربية مثل الشاعر السماوئل ابن عادية، كما كان ظهور الشعر العبري غير الديني في الأندلس مع اعتماده لأشكال الشعر العربي نتيجة مباشرة للتأثر بالشعر العربي. وبدا هذا واضحا في اللغة العبرية نفسها وفي الأنماط الشعرية المستخدمة آنذاك. وبالإضافة إلى تكييف الشعر العبري ليضاهي أشكال وأنماط الشعر العربي، قام بعض الشعراء اليهود أيضا بكتابة شعرهم باللغة العربية. صار هذا جنبا إلى جنب مع التحول إلى الإسلام، ففي بعض الحالات على سبيل المثال الشاعر إبراهيم ابن سهل الإسرائيلي من إشبيلية في القرن الثالث عشر. لكن لم يكن الأمر كذلك بالضرورة، فيهوذا الحريزي شاعر ومترجم وكاتب يهودي مشهور من طليطلة لم يترجم الشعر العربي والنثر المقفى فقط مثلما فعل في مقامات الحريري في البصرة، ولكنه أيضا ألف مقاماته العبرية وأسماها تحكموني، كما كتب أيضا قصائد باللغة العربية، كما أنه كتب أعمالا ثنائية اللغة باللغتين العربية والعبرية. يمكن العثور على بقايا هذا العالم ثنائي اللغة في مئات الوثائق التي تحتوي على شعر عربي من العصور الوسطى والعصر الحديث مرسومة بخط عبري في وثائق الجنيزة القاهرية. تمثل هذه المجموعة الكبيرة من الوثائق المزيد من الأدلة على الطبيعة المتشابكة للغة والثقافة العربية في التراث اليهودي والإسلامي لمجتمع متعدد الثقافات واللغات. تعطينا الوثيقة حديث حلقة اليوم مثالا جيدا في الشكل اللغوي والرسومي لهذا التشابك بين اللغتين العربية والعبرية. كان هذا التشابك واضحا في النصوص الخاصة بهما، وكل ذلك جاء في مخطوطة شعرية واحدة من العصور الوسطى. وكالعادة تجدون رقم المخطوط في الوصف الملحق بهذه الحلقة من البودكاست. لقد تعددت الأساليب المستخدمة في كتابة هذه الوثيقة ثنائية اللغة لتشمل على سبيل المثال الترجمة وتغيير اللغة، ما يعرف بتبديل الرمز اللغوي، والمبادلة أيضا بين الخطوط المستخدمة في كتابة النص، فكان هناك دائما تبديل لخط النص ما بين العربية والعبرية على الرغم من أن لغة النص هي لغة عربية وليست عبرية. تحتوي الوثيقة التي نحن بصددها اليوم على عدد من المقتطفات من قصائد عربية منسوبة إلى أسماء كبيرة في عالم الشعر العربي في العصور الوسطى، على سبيل المثال الشاعر الفاطمي أبو العلاء المعري والشعراء العباسيون أبو تمام أبو العتاهية وإبراهيم ابن عباس الصولي. جاء في الوثيقة كما نقرأ عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم يكون أكبر. لأبي العلاء ابن سليمان لزوم ما لا يلزم. لحى الله قوما إذا جئتهم بصدق الأحاديث قالوا كفر. يقوم ناسخ الوثيقة بتبديل لغة النص بشكل متكرر من وإلى اللغة العربية. في الواقع يبدأ بعنوان مكتوب بالخط العربي وهو البسملة في هذه الحالة، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم يكون أكبر، والتي تقدم القصيدة ومؤلفها مكتوبة أيضا باللغة العربية، حيث يقول الكاتب لأبي العلاء ابن سليمان لزوم ما لا يلزم. بعد ذلك يستخدم الكاتب الخط العبري للقصيدة نفسها، والمثير للدهشة أنه يعود إلى اللغة العربية على الفور تقريبا في البيت الأول السطر الثالث عندما يذكر إذا جئتهم، وهذا قبل العودة إلى النص العبري مرة أخرى. في الختام هذه الوثيقة، وهي واحدة من مئات الوثائق التي تحتوي على شعر عربي في الجنيزة القاهرية، هي مثال جيد على البيئة متعددة اللغات في الشرق الأوسط. تشير إلى القواسم الثقافية المشتركة بين الأدب العربي والعبري، كما أنها تظهر مدى الاستهلاك الأدبي اليهودي للشعر العربي آنذاك، والذي يشمل في هذه الحالة عددا من الشعراء البارزين من العصرين الأموي والعباسي. علاوة على ذلك، ومن خلال تتبع الأساليب الأدبية من ترجمة وإبدال للرمز اللغوي بين اللغات والخطوط، يعطينا كاتب هذه الوثيقة صورة مقطعية ولو بسيطة عن الدوافع والتيارات الثقافية التي تكمن وراء عمله، كما يسمح لنا بالنظر إلى لقطة من عالمه الجمالي الخاص. والآن نترككم مع قصيدة أبي العلاء المعري من ديوانها العربي الأصلي. أأخرج من تحت هذا السماء؟ فكيف الإباق وأين المفر؟ وما جعلت لأسود العرين أظافير إلا ابتغاء الظفر؟ لحى الله قوما إذا جئتهم بصدق الأحاديث قالوا كفر. على أمل لقاء جديد وحلقة أخرى من بودكاست الشعر العربي في وثائق الجنيزة، فانتظرونا.